يعد التمر القاسم المشترك بين الموائد الرمضانية في جل ربوع الوطن وحتى في البلاد الإسلامية. هنا في السوق اليومي للتمور بالحراش بالجزائر العاصمة يجتهد الباعة في عرض أجود الأنواع، خاصة وأن هذه السنة تعرف وفرة كبيرة في المنتوج قابله اختلاف في الأنواع. معروفين بالحراش بالتمر، أنا من 70 ألف كي 40 ألف 50 ألف، الجودة تكون شابة. هذا العام جات هايلة، طالعة شوية خل من العام اللي فات، العام اللي فات شوية، بس هذا العام التمور تاعنا ما شاء الله، ويجوا العرب كاع يجوا يشرو منا، تونس، مصر، ليبيا. نفس السعر تاع العام اللي فات، ماشي مي راك تشوف لا بون كاليتي، شو الله يبارك عليك، شوف ما شاء الله. يدي بيان سور يدي خويا، اللي ما يقدرش يشري كيلو يشري رطل، يشري 20 ميل يشري 30 ميل، صافا باش يكسر رمضان. غالبية الزبائن ممن التقينا بهم عبروا لنا عن التنوع الكبير الموجود سواء من حيث الجودة أو السعر، ولكل حسب مقدوره المادي، إلا أنهم أجمعوا على حضور التمر في مائدة الإفطار كعادة لا يمكن التخلي عنها. أسأل سنة الله يبارك دقلا ما شاء الله، صافية العبلي فات دار 85 75 ما شاء الله، نوعية شابة تمر الله يبارك. كان هذا العام كاين الله يبارك، هاك تشوف حاجة شابة، تدي حاجة مليحة كي تاكل 3 حبات ولا 5 ولا تاكل حاجة مليحة. أسعار تنافسية بالنظر لوفرة المنتوج لمادة تعرف إقبالا كبيرا خاصة خلال الشهر الفضيل.